النهاردة في برنامج الخرابة فضايح للركب. اهلا، ازاي حضرتك؟ جاهز؟ ربنا يستر. مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر، بس انا بس كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. ايه؟ انت بتستفادي ايه من اذية الناس وانك تفضحيهم؟ يعني بتعرفي تنامي؟ والله بحس براحة، وطول ما انا في الترند بنام وانا مرتاحة. بتنامي مرتاحة؟ طب انا بقى هاخد حق كل الناس اللي جيت خربت عليهم النهاردة. اسمعي الاغنية اللي بتأثر فيكي. كوزي المحبة اتخرق، طرطش على كمي، تسهويك تسهويك، اوه حبيبي بطل جف، وارحم عذاب امي، كوزي المحبة اتخرق. الله اذا معاك قصرت فيا. تزعليش بقى، دي حتة من اللي بتعملوها في الناس. يلا بقى نبتدي الحلقة. نشوف فيديو الاول معانا. يا رمضان عاملة له مفاجأة. يا رمضان يلا بقى، يلا ينزل. انا خلصت. ايه رأيك في التربو حل؟ عشان اسود في اسود. انت اللي بتقلدني. بقولك ايه، انت كل حاجة بتقلدني فيها. انا لابسة قبليك اصلا. انت عظيم يا رب. عايزين ننجز عشان العيال. طب قبل ما انزل محضرك مفاجأة هتبسطك. بص رزق مفيش بعد كده. نفسي اسمع خبر كويس. انا حامل. انت بتهزري ولا بتكلمي جد؟ ما بهزرش. هو الحامل يعني المواضيع دي بتبقى فيها هزار؟ هو ايه اللي فيها هزار يا دي؟ والله العظيم حامل. بتحلفي بالعظيم انك حامل؟ اقسم بالله حامل. ايه رايك في المفاجأة؟ انبسطت صح؟ انبسطتي انت مجنونة؟ هو ايه اللي انبسطت؟ انت مش شايفة اخر ولادة دافع فيها قد ايه؟ ودافع فلوس قد ايه؟ انت يا دينا، انت ايه حصل ايه في دماغك يا دينا؟ اجيب فلوس منين اللي ده كله؟ انت مجنون. كل عيل بينزل برزقه. برزقه ايه؟ انت بتولدي قيصري بلا رزقه ولا بزقه. انت فين؟ لا اللي انسى الكلام ده دلوقتي. انا دلوقتي عايز حاجه بالعقل. ما سيبك مني، كل عيل بينزل. انا عايز حاجه بالعقل. سيبك من كل عيل بينزل برزقه. انت دلوقتي بتولدي قيصري وانا بقبض راتب قد كده. ايه هيجي لي فوق الراتب فوق راتب راتبي يعني؟ مثلا هيزيد راتبي على راتبي وانت عارف ان هو محدود. ايه كل عيل بيجي برزقه ده؟ انت صدمتني. يعني مفيش حاجه اسمها صدمتني. والله صدمتني. لا انت شفت بنصف قد ايه ومدارس. ايه 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 كل طفل بينزل برزقه ده معروف. عارف ان كل طفل بينزل برزقه ده هناك عند امك. طب انا اعمل مش هنا. طب اعمل ايه؟ مفيش. انت بقى تشوفي حل، تروح للدكتوره تنزليه. انت مجنون ولا ايه؟ مفيش مجنون. انت مجنون؟ لا انت شوفي يا بنتي الولاده بتكلف كام، وده لسه بيبي بقى هيجي عايز بامبرز وعايز لبن وعايز قصه. لسه ابنك بنتك الصغيره لسه بتقول يا هادي انا احاول اخلف في ربنا عرفوه بالعقل. كنت عارف انت هتعمل معايا كده يا رب. معرفش. انت فكري فيها، يا انا يا العيل ده، ومفيش خروج. يا تنزليه يا 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 تعيشي معايا، يا اما بقى تروحي تقعدي بزريبه العيال عند امك وكل عيل بيجي برزقه خلي ابوكي بقى يرزقهم. بيقول ان خيرت مراتك يا تسقط يا تخسرك. الكلام ده كذب. ازاي كذب؟ كذب. بيكذبوا. مش انت اللي في الفيديو؟ انا اللي في الفيديو. امال قلت لي كده ليه؟ كان ترند، كان مجرد فيديو، فيديو بنعمله انا ومراتي وترند. ترند. نشوف فيديو تاني معانا ونعرف ترند ولا لا. فين بقى؟ وخدي شنطتك وامشي. زي ما جيتي زي ما رحت. لا مش بسهوله على فكره. بيسيبني حامل في الرابع وتقول لي يلا امشي. ابويا يشيل مين ولا يتصرف مع مين يعني؟ بيقولوا مراتك سابت البيت بسبب موضوع الخلفه. خلي اللي يقول يقول. يعني هما صح ولا غلط؟ بصي ده كان مجرد ترند كنا بنعمله. اي نعم هي كانت حامل، واي نعم هي كانت هتخلف وكده، بس احنا عملنا ان في زعل وكده وكان ترند. وانا ندمت ان انا عملت كده ولغيت ان انا اعمل حركات زي دي تاني. طب نشوف الفيديو اللي بعد. رمضان انا خارجه، عايز حاجه؟ تتجننتي؟ انت عبيطه في دماغك ولا ايه؟ في ايه؟ ايه صاحيه من النوم لابسه وخارجه؟ انت هبله ولا ايه؟ هو انت مفيش راجل في البيت وخارجه كده؟ هو انت ما تعرفش انا خارجه مع مين؟ خارجه مع مين؟ مع رئيس الجمهوريه؟ والنبي لو مع مين ما هخرجك. انت عبيطه ولا ايه؟ متاكد؟ خارجه معايا. لا اخرجي. في حاجه ولا ايه؟ انا بنت العيال واعمل لهم الببرونات. ها؟ ما انا سايبه العيال. انت ما تاخريش ما تاخريش. لا هنتاخر. لا تاخري تاخري. انا حتى بحب العيال والله. اختي في حاجه. بحب اعلم. باي يا رمضان. باي يا حبيبي. بيقولوا انك بتخاف من حماتك. ومين في مصر ما بيخافش من حماته؟ واللي يقول لي غير كده يبقى كذاب. ده انت صريح بقى. هي الصراحه وحشه؟ عشان اكون صريح دي حاجه وحشه؟ تصدق عجبتني صراحتك؟ تسمح لي اسقف لك؟ لا تسقف لمين؟ انا اللي اسقف لك. انت بتعمل ايه؟ معلش ده ترند في التيك توك. الله يخرب بيت التيك توك. نروح على الجزء التاني وشيخ المنصر.
ومعانا زوجة الأستاذ حسن صابون. ازيك يا أستاذين؟ ازاي حضرتك؟ الجزء الثاني هو جزء شيخ المنصر. جاهزين؟ الله يستر. اتفضل يا شيخ المنصر. اخبارك يا صابونة؟ الحمد لله يا شيخ المنصر. فرحك اتكلف كام يا صابونة؟ فرحي انا فرحي اتكلف في حدود 4000 جنيه. لا انا ما اقصدش فرحك ده، انا اقصد فرحك التاني. فرح تاني ايه؟ هو فرح واحد اللي عملته. تقصد ايه يا شيخ المنصر بالفرح التاني؟ انا عايزه بيتهم يتخرب النهارده. فرحك التاني اللي اتكلف 40000 جنيه يا صابونه. يا نهار اسود، اتكلف 40000 جنيه؟ تعمل لنا فرحي ب 4000 جنيه وتعمل لها فرحها ب 40000 جنيه؟ ده هو ده اللي همك؟ احنا ندخل بيتهم نخرب بيتهم. هو ده اللي همك في القصه كلها؟ ان هو معمول ب 40؟ يا بنتي ده واحد ما بيقولش اي حاجه، ست بيحب يعمل شو مش اكتر. يلا يا اخويا في حاجه بيقولها صح. الله يخرب بيتك. وانت يا شيخ المنصر هات اللي عندك، قول يا اخويا. لا انا اللي عندي كتير قوي قوي وهو عارف. طوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة. تحب اقول لها على صينية الكيكة؟ كيكة دي يا شيخ المنصر انت هتسمعي له؟ بقول لك ايه، اسكت خالص، دي اخر حلقة ما بيننا اصلا. اخر حلقة ما بيننا؟ تقصدي ايه يعني اخر حلقة ما بيننا؟ بعد الحلقة اقول لك. قول. طب ماشي، نشوف الفيديو ده معانا. ما خلاص. ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ مسلسل جارتنا. ده انت مين يا اخويا؟ الله يخرب بيتك انت وطنط، ده انت نهارها اسود معايا. انزل رجعها. ليه يا ماما؟ هي اصلا مديها لي وهي نازلة. وانت بتاخدها منها ليه؟ اعمل ايه؟ تاخدها منها ليه؟ اعمل ايه؟ حطها في اي حتة لحد ما انزل لها. شوف انت بقى. ايه ده؟ ايه الكيكة دي؟ كيكة محلوقة ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ يلا. وحشة. عايز يدبسني مع مراتي. لا دي حلوة. ده احلى حاجة دينا بتعملها في الحياة هي الكيكات. طعمها جامد قوي. جميلة. يا لهوي على الطعم ده. ده انا أول مرة أشوف دينا بتعمل كيكة حلوة كده. يا ابني قول لها اعملي كيكة حلوة. يا دينا تسلم إيدك. يا لهوي. ليه أنت الصودا يا بطل؟ آكل كيكة كده في حياتي. ليه أنت الصودا؟ هي إيه طعمها حلو؟ ده أنت أول مرة تعملي كيكة حلوة كده. أنا والله عمال أقول له وحشة. طعمها حلو أوي. مش انت اللي عاملاها؟ صفصف يا اخويا اللي عاملاها. شفتي اهو جاب لك حاجه مجرد فيديو. مالك اتوترت كده ليه لما سمعت سيري ساوسن؟ ساوسن؟ لا بصي بقى، انا مضطر امشي، مش قاعد. انا الحلقه دي مش قاعد فيها. مش هنخرب بيتك؟ انت ده انت مش هتوردي على جنه. انا عايز اعرف انت بتنامي ازاي بالليل؟ بنام كده اهو. بتنامي كده اهو؟ طيب بتعصبيني يعني. طب خدي عندك كوز المحبه اتخرق. طرخش عليكم حبيبي، بطل جفا وارحم عذاب امي. دي ازاي مستعمله ده؟ ما انا بعد الحلقه دي هسيبه خالص خالص. الحمد لله الحلقه عملت الهدف منها وفرقت بينهم وفضحتهم قدام الناس. مستنياكم في حلقه جديده مع الخرابه وشيخ المصر. يومكم خرابه. مع السلامه.